السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نديرو فيه لاباج 24 من الكتاب المدرسي ايتانسيل بالنسبه للثانيه اعدادي. الو غادي نبداو بالكيو سي ام. بور شاك لين دو تابلو انديك لا لي بون ريبونس. عندنا لينونسي لير ايتان، واش هو كور بور ميلونج هوموجين او لا ميلونج هيتيروجين؟ واش الهواء هو جسم خالص ام هو خليط متجانس او خليط غير متجانس؟ بالنسبه اللي قرينا في الدرس ان لير اي ان كور بور، الهواء جسم خالص بور، وعندنا كذلك ا ميلونج هوموجين. دونك بالنسبه للثانيه، لورسكو لو فوليوم دو لير امبريزوني دون اون سيرينغ فيرمي اوغمونت اون دي كو لير اي expansible, compressible ou la extensible. يعني le volume داك الحجم ديال الهواء اللي تيكون في السرنج في ليبرا من تيت اوغمونتا لير شنو كيطرالو. كنا ديجا درنا في الدرس لان هاي هنايا عندنا سي لو فوليوم دير اوغمونت، الى لو فوليوم دير اوغمونتا يعني تزاد لا بريسيون ديالو كتهبط. شنو كنقولو؟ كنقولو اون دي كو لير اي اكسبونسيبل، يعني كنقولوا بلي ان الهواء توسع او لا تمدد. دونك الجواب اللي هنا غادي يكون هو اكسبونسيبل، يعني تمدد او لا توسع. سؤال 3، dans les conditions habituelles de température et de pression، في الظروف الاعتياديه ديال درجة الحرارة والضغط، فاش كتكون درجة الحرارة 25 والضغط كيكون 1013 هكتو باسكال، لا ماس الكتلة ديال لتر يعني ديال لتر واحد شحال كتكون؟ راه ديجا هادشي كاين في الدرس، كتكون هي 1.2 غرام. دونك هي هادي. عندنا كيستيون 4، quand le volume de l'air emprisonné dans une seringue diminue sa pression diminue ou la augmente ou la reste constante. يعني فاش le volume الحجم ديال الهواء emprisonné في واحد السرنج في واحد الابره diminue كينزل يعني كيهبط لا بريسيون شنو كيطرا لها. دونك قلنا le volume d'air diminue. دونك قلنا سي لو فوليوم دير دومني يعني كينزل لا بريسيون ديال شنو كطرا لها كت اوغمونط يعني كطلع. الى لو فوليوم نزل لا بريسيون كطلع يعني كت اوغمونط. دونك هنا الجواب هو اوغمونط. عندنا لو بورسونتاج دو ديوكسيجين دون لير اي دو لوردر دو 20%, 50%, 80%. يعني النسبة ديال ثنائي الأكسجين في الهواء شحال هي؟ في الدرس شنو قلنا؟ قلنا أن لير إتا ميلونج هوموجين دو بليزيوغ غاز، قلنا بلي أن الهواء خليط متجانس كيتكون من عدة غازات. قلنا إل كونتيان أونفيرون ديال 21% فيه من ثنائي الأكسجين و 78% ديازوت و 1% غازات اخرى دوتر غاز. يعني لير يعني باردون يعني ثنائي الاكسجين راه كيشكل لنا 21% اولا 20% اللي هي 1/5. تقدروا تلقاو 20 تقدروا تلقاو 21. دونك هنايا بما انهم عطيو لنا 20% غادي نديرو 20. Sous-al numéro 6, l'hydrogène se trouve dans l'air en grande quantité, faible quantité ou la très faible quantité. يعني الهيدروجين يعني في الهواء شحال فيه؟ واش هو يتواجد بواحد الكميه اللي هي كبيره او لا بواحد الكميه اللي هي ضعيفه بزاف او لا بواحد الكميه اللي كثر يعني من ضعيفه يعني بزاف كاع ناقص بزاف. حنا قلنا ان لي زوتر غاز فيهم 1% يعني راه تري فيبل كونتيتي، يعني الغازات الاخرى فيها 1% يعني تري فيبل كونتيتي الهيدروجين كيتواجد. كيو سي ام نيميرو 2، جو فيريفي مون سافوار فير.
Pour chaque ligne du tableau, indique la ou les bonnes réponses. Pour une même quantité d'air, le cas où l'air est plus compressé est يعني بالنسبة نفس الكمية ديال الهواء إن حالة الهواء بلو كومبريسي يعني مضغوط. حنا غادي نشوفو فين كاين لير ناقص بزاف, فين كاين الهواء مضغوط. غادي نلون هادو باش يبانو لكم, يعني هنا دونك كنشوفوا شكون اللي الفوليوم ديالها صغير يعني ناقص, يعني الفوليوم ديالها ما كبيرش. ها انتما حنا لوناهم كاملين ولقينا ان هذه هي الفوليوم ديالها صغير, دونك هاد ا هي الجواب الصحيح. هاد دونك لا ماس دو لير انفيرمي دون ان بالون سو ميزور بار, يعني لا ماس الكتله الهوائيه ديال ان بالون ديال الكرة سو ميزور كتعبر بواش اون بالانس ولا ان باغومتر ولا ان مانومتر. قلنا في الدرس كنعبروا اون بالانس بميزان, درنا التجربه ديال الميزان اون بالانس. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 9, اون ميزور لا بريسيون دو لير امبريزوني دون اون انسانت بار, يعني كنقيسوا الضغط ديال الهواء كنقيسوه حنا ديجا عارفينو بالمانومتر. دونك كاين باغومتر كاين مانومتر, دونك حنايا كنديرو بالمانومتر. دونك هادي فوالا, غادي نكونو سالينا لاباج 24. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر, ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع صحابكم وديروا لايك واشتراك للقناه.